من داي 1 لغايه اليوم نزلت 30 كيلو، كان بالنسبه للناس هذا انجاز، وشافت الفرق بين الصوره اللي قبل والصور اللي بعد. مرحبا جميعا. الرياكشنز اللي كانت امبارح على موضوع اني نحفت 20 كيلو خلال 5 اسابيع او خلال شهر واسبوع واحد، كانت رياكشنز جدا لطيفه. طبعا كمان الصور اللي قبل والصور اللي بعد، اذا انت كنت هيك زي ما انت شايف على الشاشه راح تصير هيك او بدك تصير هيك، فهذا الفيديو ان شاء الله اليوم انا عم بعمله لكم، لاني انا اليوم حكيت انه اذا الناس انترستد انها تعرف كيف نزلت 20 كيلو خلال شهر وشوي، من خلال شهر واسبوع، فراح اعمل هذا الفيديو. ولاحظت ردود فعل كثيره وهائله زي ما انتم شايفين على الشاشه، غرقوني اليوم بلطفهم، فراح اعمل هذا الفيديو. كيف قررت اني انا لازم انحف؟ كنت موجود في الاردن زي اي شاب طبعا او اي صبيه، وزنك عم بزيد وانت مش منتبه لانك انت موجود عند الحجه، واليوم انت قاعد تاكل صواني لحمه، بكره بتاكل صواني دجاج، بعده بتاكل صواني بطاطا، بعده قاعد تاكل باميه، ملوخيه، خبز، رز، بلا بلا بلا، حلويات، فواكه، خضار، كل شيء بيجي قدامك تاكله. هذا الشيء اللي انا كان بصير معي، والأسوأ من هيك اني انا بطبح من حالي بروح على الشغل. شغلي في الاردن كان ضغط هائل جدا، لدرجه اني قاعد بطلع من الصبح لتسي ابلش شغل على 9، بس بخلص شغل الساعه 12 بالليل او بخلص شغل الساعه 1 بالليل، بحمل حالي وبروح على البيت. الحجه بتحضني، مرحبا اهلا وسهلا، نور البيت ابو الجواسر، اسوي لك تاكل؟ طبعا سوي لي اكل، انا اصلا طول اليوم برا عشان اصلا اجي اكل من تحت ايديك يا حجه. تقوم الشيف منى السيد بتعمل اسكى اشي ممكن يتاكل، وباي ذا واي اذا انتم بدكم تعرفوا ايش اللي كنت اخبصه في زماناتي واكل الاكل اللي بجنن، فهي صفحه الشيف منى على الفيسبوك موجوده في الروابط اللي موجوده في صندوق الوصف تحت الفيديو. ادخل على صفحه الشيف منى وشوفوا شو كان يصير فيه. كنت كل يوم اكل من هذه الولائم او هذه الوجبات اللي انا بالنسبه لي وبالنسبه لكل اصحابي وبالنسبه لكل الناس اللي بتعرفنا وبالنسبه لكل الناس اللي بتطلب من الشيف منى اكلات يعني بتجنن. عم تاكل تحط راسك تنام، انصح 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 انصح، لغايه ما وصلت لوزن 105 107 كيلو جرام. طبعا وجهي نافخ، وجهي مدور، جسمي بطلت اقدر اتنفس، يعني لما امشي اتعب كثير، ما اقدرش احمل جسمي، بطن كبير، كرش كبير، والى اخره. كل هاي الامور عادي، المهم اكل، عادي المهم اكل. لغايه ما في يوم من الايام نزلت على وادي رم. وفي وادي رم طبعا كنت رايح الرحله مع نادي سباركل ونادي فلكي، لمجموعه كثير بروفيشنال من الناس بينزلوا بيعملوا رحله، برنامج خرافي. اذا برضو بدكم تروحوا هاي الرحله لان هي مصدر الهامي في هذا الرجيم او هذا الدايت اللي انا عملته او هذا اللايف ستايل اللي انا بحب اسميه، ما احب اسميه دايت، فبرضو الرابط تبعهم والكونتاكت راح يكون في صندوق الوصف للفيديو. نادي سباركل الفلكي صراحه من اجمل الرحلات اللي ممكن كنت رحتها، وزاد حلاوتها انه الشخص اللي انا قابلته في هذه الرحله هو اللي كان مصدر الهامي لكل هذه الرحله اللي انا دخلت فيها. وجه له الف تحيه، احمد عويس حبيب قلبي، وشوفوا المسجات اللي بعت لي اياها، اقراوها، اعرفوا ليش انا بحبه هذا الشخص. كان معي هو في المسيره، هو اللي دلني على كل شيء طبعا، وبعدين صرت انا اقرا لحالي واشوف واكمل على هذا الموضوع. شو اللي عملته؟ عملت شيء احنا مش معروف عندنا العرب للاسف، لانه ما في عنه كثير مصادر بالعربي، شيء اسمه كيتو دايت. كيتو دايت، وهذا الدايت كل حدا كان يشوفني وانا عم باكل وانا عم بشرب ما يصدق اساسا انه انت عم تعمل دايت، اذا مستحيل شو اللي بتعمله هذا دايت. ليه كان يحكي هيك؟ انا كنت اكل لحوم، كنت اكل دجاج، كنت اكل سمك، كنت اكل دهون بكل اشكالها، لانه هذا الدايت مبني على زياده نسبه الدهون والتقليل من نسبه الكاربس ونسف نسبة السكر اللي بتدخل على الجسم. طبعا البروسيجر كامل راح احكيها باكثر من فيديو، لكن هذا المبدا العام هو عم تحكي عن النسبة الاكبر في وجبتك او في نهارك هي للدهون. كنت اكل دجاج، لحمة، سمك بكل اشكاله، مقلي، مشوي، مطبوخ، وات ايفر، بس بدون اي سايدز، معهم الخضار والفواكه وات ايفر. كنت اكل كمان مايونيز، لية الخروف، تعرف لية الخروف؟ أنا ما كنت أحبها بس تعودت عليها، راح تتعود عليها إذا أنت كنت راح تدخل بهذا المجال.
ليه الخروف، المايونيز، الجبنة بشكل كثير كبير، والأفوكادو، يعني الأشياء اللي بتكون مصدر للدهون كنت أزيدها في وجبتي لتوصل نسبة الدهون في الوجبة ل70% بالحد الأدنى. نسبة البروتين، باكل دجاج ولحمة، نسبة البروتين في الوجبة كانت أراوند ال20%، حوالين ال20%، بضل نسبة كثير صغيرة، لأنه إذا حكينا 75% بلس ال20% 95%، بضل نسبة كثير صغيرة اللي هي 5%. هاي النسبة كانت فقط أوجهها للكاربس، والكاربس سواء كانت من الخضار أو الفواكه أو أي نوع من أنواع الكاربس، الخبز، أي شيء مصدر للكاربس أو للكربوهيدرات، كان يكون كل مجموعه خلال اليوم 5%. تفاصيل هذا الحكي كله راح أحكيه بفيديو لاحق إن شاء الله. الناس اللي حابة إنها هي تتابع هذا الموضوع، اللي حابة إنها تدخل في الموضوع، أنا برجوكم إنه أنتوا أول شيء تقرأوا عنه، اسمه كيتو دايت في المصادر الأجنبية. أنا الفيديوز اللي راح أعملها راح تكون مصادر، أو راح تكون فيديوز عربية، وراح أحط مصادر المعلومات بلينكس راح تكون بالإنجليش، لكن أنا راح أكون بحكي في العربي. إيش الوجبات اللي كنت أكلها؟ هل هو كان ستريكت أو لا؟ ايش اللي كنت اضيفه او ازيده؟ ايش اللي كنت انقصه؟ اهم شيء دائما تكون عارف انه انت بحاجه لشرب كميات كثير كبيره من الماء، او مش كثير كبيره لدرجه انك تخيل انت راح تقدر تشرب، لكن تشرب شوي اكثر من اللي انت كنت تشربه قبل هيك، مع شوي سبلمنتس او مدعمات لموضوع الدايت. هاي راح احكي عنها برضه بفيديوهات مفصله، لكن السورس او المصدر كان كيتو دايت. تفاصيل الموضوع راح احكيها ان شاء الله بفيديو منفصل، وراح انزل اكثر من فيديو. اللي بيحب انه يتابع الموضوع بنصحك اشترك في القناه عشان انه يطلع عندك النوتيفيكيشنز، فعل خاصيه الجرس عشان تصير تطلع عندك النوتيفيكيشنز دائما كل ما ينزل فيديو جديد عن الموضوع. ان شاء الله اللي بده يتحول من هون، من هاي الحاله لهاي الحاله، اذا مشى بهذا الموضوع ودار باله وسمع الكلام 100%، واي سؤال اجى في باله ساله دايركت، فان شاء الله انه بوصل من هون لهون خلال شهر او شهرين. والموضوع مش كثير صعب، ما دام في حدا غيرك عمله معناته انت راح تقدر تعمله وزياده. ويعطيكم الف عافيه.